السلام عليكم بنات، مرحبا بكم معايا مره اخرى في لاشين ديالي ليدي ياقوت. اليوم جيت لكم بوصفه للشعر، كنتو كثارات اللي طلبتوا مني هذه الوصفه. هذه طلبتوا مني وصفات للشعر لتكثيف الشعر ومنع التساقط ديالو وتحت الطول. فانا كنستعمل واحد الوصفه مده طويله، هذه بصراحه لقيت عليها نتائج باهره. واول عنصر اللي في هذه الوصفه هذه اللي هي لالويفيرا. لالويفيرا نبته يعني هي كنعرفوها ان فيها انواع، كنصحكم انكم تاخذوا لالويفيرا ديال الباربادانسيز، يعني غتلقيوها عند بيبينيير. هو اللي عنده هاد الباربادانسيز فريمون راها طوب، حتى في الاكل انا كناكلها مع لي سالاد، كنديرها مع عصير، يعني صراحه للجسم فهي تحفه. يعني صراحه انا كنسميها النبته المعجزه، وهي فعلا راها معجزه. وكنبتها عندي في الدار، يعني زرعها عندي في الدار وديرها، يعني صراحه زرعت غير وحده فهي ولدات لي بزاف ديال الجذور، ويعني ولات عندي تقريبا واحد كميه كبيره ديال هاد لالويفيرا ديال الباربادانسيز. كناكد على لو نون هو الباربادانسيز، سولوا عليه البيبينيير ديالكم. فكيف كنقول لكم يعني كيف كنسميها النبته المعجزه، لانها فعلا معجزه للصحه، للشعر، للبشره. يعني قلبوا عليها اللي في فليك جوجل عندكم وشوفوا، بحثوا عليها، سولوا على الناس اللي تعرفوها، فريمون راها معجزه. فوالا، اذا هذه هي النبته الالوفيرا الباربادانسيز اللي في هي هذه. لا قطعتها فوالا، غادي نحتاج بصله، بصله هكا مقطعه، وجوج فصوص ديال الثوم، وبيان سور الزيت البلديه. هادشي كله غادي نديرو في الميكسور، وغادي بيان سور غادي نشقق به شعري، وغادي نخليوه مده ديال واحد 45 دقيقه على الاقل، اولا ساعه، يعني على حسب شعركم، يعني على حسب الضرر اللي عندكم في الشعر. فانا كنخليها تقريبا ساعه في شعري، وكنغسله بشامبوان العادي ديالي، وكندير ماسك ديالي العادي اللي مولفا كنستعملو دائما. فوالا، صراحه غتلقيو نتيجه باهره، نتيجه رائعه. مده قصيره، يعني مده شهر، يعني كل اسبوع ديروها، ففريمون في شهر غادي تحصلوا على نتيجه، غيبان لكم النتيجه. فما نطولش عليكم اللي فيه، غنخليكم تشوفوا الطريقه ديال تحضير هذه الوصفه هذه اللي هي سهله. كلشي كيدور في الميكسور وصافي، يعني وكتشقوا بشعركم كيف قلت. كيخرج على هذا الشكل، هذا كيخرج بحال الكريمه، فكتشقوا به شعركم وكتستعملوه فوالا عادي. من بعد كتسالي واحد 45 دقيقه ولا ساعه على الاقل، وكتصفوا شعركم عادي نورمال. اللي في تبعوها شهر على الاقل، كل مره في الاسبوع، على حسب الضرر اللي شفي شعركم. يعني تقدروا تستعملوا حتى دو فوا بار سيمين، مده شهر غادي تحصلوا على نتيجه باهره. فكنتمنى تكون عجبتكم هذه الوصفه هذه. الى عجبتكم بوس فيغ كومونتير، و الى الملتقى ان شاء الله. بيزو، باي.